بالظبط كده، حاجات بتبقى مميزه جدا دايما للخارجيه المصريه والسفراء اللي بيمثلونا بالتاكيد في كل دول العالم. طيب الجزء الفني المتعلق بالمباراه، اقامه المباراه الساعه 3 العصر، في الاعلام بشكل عام، هل النادي الاهلي من خلال هذه المباراه، السنه دي لعب في الدوري مع اسوان الساعه 3، لعب في بطوله افريقيا في دور المجموعات الساعه 3 العصر، مباراه الساعه 3 المره الجايه في بريتوريا، شايفها هتبقى ازاي بالمقارنه بالمباريات السابقه؟ لا خلاص بقى، خلص الكلام ده، حصل عليه تريننج طويل يعني طويل يعني قدر المستطاع، وبالتالي يعني فك طلاسم كل ده، ضيف لده المران لمده خمس ست ايام على نفس الظروف ونفس الملعب ونفس الطقس المناخي، لا هتلاقي حاله طبيعيه جدا جدا يعني. وفايلر من المدرسه اللي قلناها ساعه ماتش اسوان، عندنا شغل حقيقي. طب يبقى سعيد لما كل المعلومات تبقى قدامه، لكن الحاجات دي ما بتفرقش معاه، بياخدها في اطار الشغل طبعا طبعا، لان ليها في كتاب الكوره ليها حلول، الملعب كذا فليه ستارز معين، الجو كذا فليه اكسجين معين، كل حاجه عند المحترفين ليها دواء يا استاذ محمد. طيب لو بتتوقع او حاطط سيناريو في دماغك كده، فكره المباراه نفسها، ايه السيناريو اللي ممكن تتوقعه في شكل هذه المباراه من اول دقيقه لغايه اخر دقيقه؟ هي هتبقى مباراه هتبدا بكل يعني من الفريقين عايز يبدي للاخر فكره السيطره، يعني باستحواذ، بباص باص باص، يعني هتلاقي ايه مثلا انطلاقه بهجمه، ولو هجمه اللي بيسموها بس عشان تنقل الكره عند الحارس الاخر، يعني وكانك انت صاحب اول هجمه يمكن من على السنتر كمان. هكذا الفرق الكبيره خاصه في مباريات الفينش اللي هي العوده يعني. وبالتالي اتوقع ان السيناريو هيبقى سيناريو فيه كلاهما مش متحفز بصيغه يعني التحفزيه، ما بقى متحفز لك، لا كل فريق منهم يراقب بدايه الاخر على الاقل من 5 ل 10 دقائق، بس على الاقل اكيد الناحيه الثانيه في صن داونز هيبقى عايز ياخد المبادره ومن اول دي هيكيد. ما هو ده اللي انا بقوله لك، هي انت هتبقى بتحاول، بقول لك ولو بهجمه نظريه يعني ياخد الكوره باصتين ويعمل واحده طويله يجروا تحتها الفراوده لمجرد ان هو ياخد الجمهور معاه لفكره انا جاي اهاجم، وهاجم مين بقى؟ النادي الاهلي. لكن في ضمن المنظومه التكتيكيه كلاهما هيبقى عايز يعرف التاني عايز يعمل ماتش.